فاتحة أهلا يا أنتي بيو كولوريست، عندك أيضا وصفة اللي غادي تقدمي لمستمعتنا للحد من الشيب. نعم الحد من الشيب إذا هو أشنو؟ سانونتي أكسيدا، مضاد أكسدة. اي حاجه مضاده للاكسده راه كتعاون في يعني ماشي غنحبسو حنا غير غنعطلوا الظهور ديالو تاخير ظهور الشيب يعني. ومن بعد ومن ضمن يعني المواد المضاده للاكسده اتاي الشاي الاسود ماشي الاخضر الأسود. ماشي الاخضر حيت فوالا راه فيه الثانه وهذا الثانه راه مضاد للاكسده. اذا كتاخذ المراه واحد 3 المعالق ديال اتاي وتدير معاه واحد شويه الملحه معلقه ديال القهوه ديال البلحه ولا الملحه العاديه اللي كنستعملوا في الطياب ولا كتبخها غير هذه الماده ما ديرهاش على الشعره كامل غير على فروه الشعر بالبخاخ كتبخ شويه على شعره. منين غتطبخ اسمح لي المحلول شحال د الوقت غتخليه يطبخ؟ واحد 10 دقائق من بعد شنو غتصفيه؟ تصفيه ديرو في داك البخاخ ولا تبخيه على فروه الشعر غير على الفوق دراسها غير الفروه ديال الشعر فروه الشعر بنشقو فوالا تشقق ومن بعد تخليها واحد هكذاك نص ساعه و40 دقيقه على حسب الوقت اللي عندها وكتغسل شعره. هذه شحال مرات تستعملها؟ مرتين في الاسبوع ما تخافش الملح ديال الحكه داكشي اللي قلت لك شويه الملح راس ديال المعلقه ديال اي شويه الملح وثلاثه ديال الملح وما كنخليوهاش بزاف في الشعر وما نخليوهاش على طول الشعر حيت غتنشف الشعر درتيها في شعرك كامل فريمون غير تشقق غير بالفروه ما تفوش واحد نص ساعه 40 دقيقه السيدات اللي